من هذه المخاشنة من 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 نيني. هذه المخاشنة جدا كانت قوية. إن شاء الله. الآن محمد سالم المال موجود. أنا اللي بعرفه أحمد فتحي. حسين خرجة لماذا يدفع حون نينيه؟ لماذا يدفع نينيه؟ في هذه اللحظات كان لا يجب على حسين خرجة لا يأتي. في 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 وجود كابتن الفريق رجب حمزة ممكن يأتي ويجادل الحكم. تأتي وتدفع نينيه لماذا؟ فنينيه بعد ذلك رد الدفعة بلكمة. بعد ذلك كان ممكن ينتهي الأمر إلى أن أتى بعد خرجة من جديد ولعب لعبة الكاراتيه يعني ما شاء الله عليه. ومع أن اليوم خرجة أنا على حسب رأيي أفضل لاعب في هذه المباراة من أفضل ما أدى في هذه المباراة. وبدل من بعض الإداريين أن يقوموا بتهدئة الأمور قاموا بشعللة الموضوع. صح يعني للأسف يعني لقطات ولحظات وتصرفات غير مقبولة بتاتا من لاعب مثل خرجة ومن لاعب مثل نينيه ومن لاعب صغير يعني عبد الله معرفي للأسف من اللاعبين المتميزين بأخلاقهم داخل وخارج الملعب. برافو على فهد جابر بصراحة حكم هذه المباراة الحكم القطري. هنا اللكمة وسبقت اللكمة دفعة أيضا من خرجة بصراحة يعني فهو من تسبب في يعني بالبداية. هنا الدفعة هنا أتى حسين خرجة لماذا تأتي؟ سؤال لحسين خرجة لماذا تأتي هنا؟ شاهد حسين خرجة لماذا أتى هاي الدفعة؟ خلاص هذه واحدة وبوحدة خلاص انتهى الموضوع. هنا كان ممكن أن حكم المباراة يمكن كان حتى ما شاف الدفعة يمكن شاف اللكمة. اللكمة جدا قوية. تصرف مخطئ من نيني وتصرف أيضا مخطئ من خرجة. وهنا التصرف البشع بصراحة لكمة الكيك بوكسينج للأسف يعني من خرجة. يعني تصرف غير لائق بصراحة لا من خرجة ولا من نيني ولا من عبدالله معرفي اللي ما كان يدري عن السالفة بتاتا من اللي بداها بصراحة خرجة مع كل الاحترام والتقدير لهذا اللاعب وأنهاها أيضا نيني. وبعد ذلك جاء عبدالله معرفي وزاد الطين بالله للأسف يعني. وحكم المباراة بصراحة بطل هذه المباراة بأن اتخذ قرارات جدا مناسبة وجريئة بحق كل لاعب يستطيع